أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. اليوم رح أتكلم عن قوة الإنجيل وأنه إنجيلنا لم يصر بالكلام. كتير في ناس بتفتخر بالكلام أو بحرفية الكلام، مع أنه كلام الإنجيل كلام جميل جدا بيلمس كل مستويات البشر، وكما قال الرب يسوع: أعلنها للأطفال، أخفاها عن الحكماء وأعلنها للأطفال. هذا الإنجيل اللي هو الأخبار السارة هو قوة الله، فمش مجرد كلام إحنا بنتكلم عنه أو تعابير لغوية أو تنميق أو تنسيق الكلام، لكن كلمة الله مصحوبة بجلال، مصحوبة بقوة، مصحوبة بسلطان إلهي. فهذا السلطان الإلهي هو من عمل الرب يسوع المسيح عندما قال: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. قال يعني دفع إلي كل سلطان وها أنا معكم كل الأيام. فالشخص اللي بيتكلم بكلمة الله بالإنجيل بالأخبار السارة مصحوب بسلطان إلهي وأيضا بحضور إلهي. وإذا مش عم نشوف استجابات لازم نسأل أنفسنا أولا ونقيم أنفسنا شو السبب وليه اللي منشوفه مش عم نشوف الثمر المتكامل. شوف شو الرسول بولس قال: إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد. لاحظ أربعة أمور. هذا الإنجيل لم يصر مجرد بالكلام، لأنه كلمة الله حية وفعالة أمضى من كل سيف ذي حدين تخترق إلى مفرق النفس. كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة. فإذا قوة الكلمة شيء تاني، القوة أيضا حضور الله وسلطان الله، وبقوة الروح القدس وبيقين شديد. يعني مش مجرد كلام لكن فعل. قوة الكلمة، قوة الروح، قوة الإيمان، وهذه القوة أحبائي لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. فلما يتكلم بيكون مليان بقوة الله بروح الله. ولاحظ بنفس الكلام قال: وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي. تسالونيك الأولى إصحاح الأول آية 5 والآية 9. فإذا هذا الإنجيل بقوة الكلمة، بقوة الروح القدس، بقوة جلال وسلطان وحضور الله، وهذا الإنجيل بيقين شديد بتأكيد إنه عمل الله من خلال يسوع المسيح. في رومية 15 مكتوب: بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله. فإذا هذا الإنجيل الأخبار السارة كلمة الله الكتاب المقدس مصحوب بعجائب بقوة روح الله. يعني دايما الله يؤيد الكلمة التابعة بالآيات والعجائب. مكتوب عن هذا الإنجيل هو إنجيل السلام، لأنه السلام أقوى من العداء، أقوى من الخصام، أقوى من الحرب، والشيطان هو اللي بيسبب الكراهية والعداء. ولأنه إحنا مليانين بإنجيل السلام وإنجيل المصالحة مكتوب: وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. فإذا لما منروح حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، أو كما يقول: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام. أنت رايح مصحوب بقوة السلام، سلام الله اللي اختبرناه عم نحققه في حياة البشر. وعندما نتكلم برسالة السلام نحن نسحق الشيطان تحت أرجلنا. وهو أيضا إنجيل القوة. مكتوب أحبائي في كورنثس الأولى صحاح 2: وكلامي
وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، لكي يكون إيمانكم لا بحكمة الناس بل بقوة الله، لكي يكون فضل القوة لله لا منا. فإذن إنه إنجيل القوة أحبائي اللي بغير، كما قال الرب يسوع في المأمورية العظمى: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. إنه إنجيل القوة المؤثر والمغير أحبائي. نعم، إن هذا هو إنجيل الله، إنجيل المسيح، إنجيل القوة. ثم هذا الإنجيل هو إنجيل الخلاص. في كورنثوس الأولى إصحاح 15: أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضا تخلصون. شو هو الإنجيل؟ الأخبار السارة، سيرة حياة يسوع المسيح وتكميل عمل الفداء الكامل، إنه يسوع فعلا مات على الصليب من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث منتصر طبعا حسب الكتب. فإنه إنجيل الخلاص. أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضا تخلصون. فإذن هذا هو إنجيل الخلاص، كما قال الرسول بولس في روميا 1:16: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. فإذن أحبائي، هذا الإنجيل ليس مجرد كلام، هذا الإنجيل له مصداقية عظيمة وفعل عظيم. هذا الإنجيل كما قال يسوع: كلامي روح وحياة. مش حرفية الكلام، ولكن عندما تقرأ كلمة الله وتختبر عمل المسيح بقوة الروح القدس، عندما تتوج المسيح ربا وملكا على حياتك، تختبر قوة هذا الإنجيل وعمل هذا الإنجيل وشمولية هذا الإنجيل ونتائج هذا الإنجيل. هذا الإنجيل الذي غير شعوب، هذا الإنجيل اللي غير حياتي، هذا الإنجيل اللي غير حياة الكثيرين. إنه إنجيل القوة، إنجيل الخلاص، إنجيل الشفاء، إنجيل البركة، إنجيل التغيير، إنجيل اللي بنصبح فيه خليقة جديدة. إنه إنجيل بيقين شديد، ضمان وتأكيد خلاصنا والحياة الأبدية. فإذن هل أنت مؤمن سطحي، ولا اليوم عاوز تختبر قوة الإنجيل؟ وصلي وعود الرب، قل له: يا رب المسني، باركني، اشفيني، خلصني، انظر إلي، وصدقني إذا بتصليها بإيمان الله بيتعامل وبيتواصل بحياتك. وعلى فكرة بحب أسمع منك، وإذا هذا الفيديو لمسك كمان كون شريك معنا بالخدمة، اعمل شير لكل من حولك، والرب يكافئك والرب يباركك.